سؤال جالنا على الفيسبوك من اسبوع فتح ايه بعد الحلقه، فانا وعدت اللي سال ان انا لازم اسالك السؤال ده. كانوا بيتكلموا عن فوائد المساج وجلسات الشمع. الحين اول مره اسمع عن جلسات الشمع، فانت كلمني عن المساج وفوائده فعلا. هل لازم واحنا بنمارس الرياضه لازم بالضروره ان احنا نعمل مساج، وايه موضوع جلسات الشمع ده؟ بصي، المساج ده فايدته في ان هو بيعمل ريكفري، بيعمل استشفاء. يعني ايه استشفاء؟ يعني انا دلوقتي ابتديت شغال بعمل تمارين، التمارين دي في لاكتيك بيبقى موجود في العضل. المفروض ان انا بعمل ستريتشنج بعد كل تمرين، وبعد التمرين بعمل في الاخر الاسترتشنج بتاع الريلاكسيشن اللي في الاخر ده، علشان ابتدي افضي شويه وافك شويه العضله، وابتدي اخلي نواتج الاحتراق والكلام ده كله يمشي. طيب، مع كده بيبقى شويات بيتبقوا معايا، فباجي لو انا بقى بعمل نظام رياضي او البرنامج بتاعي جامد قوي او برنامج شدته عاليه شويه، ممكن ابقى محتاج مرتين مساج في الاسبوع. ليه؟ عشان المساج بيعمل حاجتين، بيبتدي يفضي لي نواتج الاحتراق، لان هو بس خلي بالك لما اجي اعمل مساج يا جماعه عشان خاطري، تمام، روح لحد بروفيشنال ولو حتى اغلى شويه، تمام، علشان ما اروحش لحد، اصل في ناس بترفع تقول لك يا سلام ده ممكن يجي لي البيت وياخد قد كذا، او تيجي لي البيت وتاخد قد كده. لا، عارفه لو واحد هتاخد ضعف، او اروح مكان متخصص علشان لو حد عمل لي مساج غلط ممكن يعمل لي مشكله. اوكي. وعشان خاطري، عشان خاطري ما تخلوش حد يطلقع ظهركم وانتوا بتعملوا مساج. اوكي. ليه بقى؟ ليه؟ لان في ديسك بيبقى مخفي. اوكي. لما بيقعدوا يدوسوا لهم على ظهرهم ويطلقعوه، تمام؟ بيظهر. بيخرج الديسك. وللاسف بتحصل ناس كتيره جدا خلاص، وبيبقوا مش عارفين ايه اللي حصل. يا جماعه لو سمحتوا، عشان في ناس لا طلعي لي ظهري. فتبتدي تاك تدوس تدوس تدوس، لا. لو سمحتوا ما حدش يطلق اعضاءه وهو بيعمل مساج. طيب، جلسات الشمع سريعا، ايه جلسات الشمع دي؟ هي المساج بس، تاني بينشط الدوره الدمويه، بيعمل ريلاكسيشن للعضلات، تمام، وفي نفس الوقت ده زي ما قلنا استشفاء، عشان يخليني اقدر امارس بعد كده الرياضه وانا العضله بتاعتي فكه، يفك السباج. طيب، ممكن معايا يبقى في الستيم والجاكوزي ده لو قبليه بقى دي؟ لو قبليه عملته وانا يعني داخله اعمل مساج مثلا في السبا او في الجيم، وعملت مثلا قبليها ستيم او عملت ساونا، وبعد كده طلعت عملت المساج، النتيجه احسن. اوكي، حلو جدا. تمام. الشمع سريعا بقى، الشمع بقى، الشمع هو عباره عن ايه؟ الفكره ان هو جهاز وفي فوات محطوطه، وبيبقى عليها بيحطوا الشمع عليها، وبيجيبوها يحطوه على البطن. بيستخدم في حاجتين، بيستخدم ساعات الناس اللي عايزه تخسس، زي بالظبط اللي هي ايه؟ عارفه الحزام اللي هو بيبقى بيسخن المنطقه بتاعت البطن والكلام ده، وبيستخدم كمان في العلاج الطبيعي. تمام؟ برضه اللي هو بديل ان انا لما بحط ال 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 الجهاز اللي هو بيسخن لي او الكلام ده كله، تمام؟ فهو ده الفكره بتاعته، ان هو بس بيعمل تسخين للمنطقه، تمام؟ في العلاج الطبيعي استخدامه بيبقى اكتر شويه كمان من الموضوع بتاع التخسيس. اوكي، انا بشكرك جدا يا محمد، يعني وقت دايما معاك بيجري بسرعه، شكرا ليك وقفتنا جدا.